فيما يخص هذا يعني اللقاء اللي داير وسام نيوز فيما يخص اسباب ولا دواعي نزول فريق فتح وسام من القسم الوطني الاول هواة القسم يعني الشمالي، هو في الحقيقة ممكن نقولوا انه تحصيل حاصل. علاش؟ لانه ربما الفريق الوحيد اللي كان تيلعب 30 مقابلة خارج الميدان، الفريق الوحيد اللي كيمشي بميزانية جد ضعيفة، والفريق الوحيد اللي عنده إكراهات فوق ما يتصور. ولكن هذا الشيء هذا هو سبب، خاصو يجعلنا سبب اننا ندير واحد التقييم اللي هو تقييم موضوعي. اول حاجة لا يمكن اننا نهضروا على مدينة وستان في غياب منشآت رياضية. بالله عليكم حنا كنسمعوا دابا الملعب غادي يوجد منذ 2013، والملعب غيكون الملعب غيكون الملعب غيكون، ما شفنا حتى ملعب. الدعم المالي كذلك ما عرفناش حنا هاد الدعم المالي اللي كيعتمد على دعم الجامعه فقط، اللي هي بالنسبه للانديه الرياضيه كنظن ما يتجاوز 100,000 درهم، وبالنسبه لواحد الشراكه اللي كاينه مع فتح ويسلا اللي هي 60 المليون في السنه. ثم كاين غياب تام لدعم الشركات اللي كتشتغل هنا بجميع المؤشرات ديالها، وخصوصا الشركه اللي استفدت بشكل كبير من منطقه ويسال اللي هي شركه العمران، ما كتدعمش الرياضه بجميع الالوان ديالها وخصوصا فتح ويسلان. الان اليوم كما تنقولوا حنا نتاسف على الوضعيه اللي وصلنا لها، ولكن خاص تكون هي نقطه انطلاقه جديده. اول حاجه هي اعاده النظر في التركيبه كذلك للمكتب المسير لفتح ويسلان. هذا المكتب المسير يوقف على الاخطاء اللي ارتكبها والاغلاط اللي ارتكبها، الناس اللي كيقدموا الاضافه يبقى، والناس اللي ما كيقدموش الاضافه يعطيو اتساع لهذا الميدان. هذا الحاجه الثانيه، خاص يكون واحد القرار حاسم بين ما هو اداري تسييري نتاع الفريق واللي ما عندوش علاقه بالفريق وكيهضر باسم الفريق، خصنا نعرفوه. ثم المساله الثالثه اللي كما قلنا هي البنيه التحتيه اللي كتحمل الجماعه والعماله كامل المسؤوليه في ذلك. فما يمكن ليناش ننتظروا من الرياضه انها تقدم والانديه الرياضيه انها تقدم في البلاد ديالنا في غياب البنيه التحتيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم عبد المنعم متوكل رئيس نادي اتحاد ويسلا لكره القدم داخل الصالات. بهذه المناسبه هذه تنعطي الراي ديالي في فريق فتح ويسلا والمعاناه اللي عاشها هذا الموسم هذا بخصوص النزول ديالو للقسم بروميان اماتور، وتنتمناو له الصعود في اقرب وقت، ونتكلموا على بعض الاخطاء اللي ارتكبوها بعض المسيرين لفتح ويسلا، منهم اللي على يديهم طاحت الفرقه وكانوا مشاكل، وما اللي كنت ذكرت في ذاك اللايف اللي كنت عملت قدمت اعتذار اللي كنت قلت واحد الكلمه خايبه بجهتهم، ولكن كنسحبها لعدة كنسحبها لا يشاء الفرق، كنسحبها لعدة عدة اسباب، منهم رعاية الابناء ديالهم بخصوص ذاك الكلمه، ولكن الغيره ديالنا اللي خلاتنا نتكلموا بهذه الحرقه هذه، لان الفريق ديالنا الوحيد ما بغيناش يعاني، لان واحد الناس في المكتب خصهم يمشيو بحالهم لحقاش بسببهم طاحت الفرقه. وعمرني عممت، ما تنبغيش نعمم، لان كاينين الناس اللي تعاونوا الفريق ماديا ومعنويا، هذوك الناس بغيناهم يبقاو، وهذوك اللي بالاراء الخاويه وتيشدوا الشهريات ديالهم هذوك بغيناهم يمشيو بحالنا، وتنتمناو الصعود في اقرب وقت، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن كمتتبع الشأن المحلي الرياضي بويسلان ومحب للفريق فتح ويسلان، بغينا نهضروا على اسباب النزول ديال فتح ويسلان. الاسباب ديالها متعدده، الاسباب ديالها الدعم اولا المادي والمعنوي. اولا الجماعه هي جماعه ويسلان ما تدعمش الفريق 100%، وثانيا لان ما عندنا منشات رياضيه لا ملعب لا والو، وثالثا اللي هو المكتب المسير ديال فتح ويسلان. بصراحه هذاك المكتب ما تنهضروش على المكتب بكامله، كاين واحد جوج الناس تما في المكتب يستاهلوا يبقاو، والطبقه الاخرين ولا ثلاثه يبقاو، ولكن الاخرين الادمغه الاخرين خصهم تمشي بحال هكا، لان اسباب النزول ديال فتح ويسلان بصراحه وتنهضروا عليها بقلبنا الجوارح ديالنا بكل شيء، لان ذوك الناس ما صراحه ما عندهم شي مستوى لا ثقافي لا رياضي. وبصراحه الكره دابا تطورت، الانسان المكتب خصو يكون عنده قيمه، وعنده قيمه معنويا وماديا. الانسان اللي يدخل المكتب خصو يكون ماديا ومعنويا يدعم الفريق، لان الفريق راك عارفه
تنطلبوا بالعام الجاي ان شاء الله. دابا هذا العام هو داز، ولكن العام الجاي ان شاء الله تنطلبوا بالمسؤولين بالمكتب الجديد ديال الفتح ويسلان على راس الرئيس باش يكون شي مجهودات كبيره ويزيد لقدام. وحنا وبالنسبه لافارج تنطلبوها من هذا المنبر هذا اللي هي دعم الفريق، لان المنفس الوحيد للمدينه اللي يدعم الكره الكرات ويدعم الفئات ديال الكره وهادشي هي لافارج. نطلبوا منها ونطلبوا من سيد المدير ديالها ونطلبوا من المسؤولين ديالها الله يجازيهم بخير يدعموا الفريق. وبالنسبه للبلديه جيت البلدية ويسلان راه ما تيدعم والو بصراحة، راه خلى الفرقة غرقت غرقت غرقت، لا ترانسبور مزيان لا حتى حاجة صراحة. نطلبوا من المسؤولين ديال الأعضاء مجلس البلدي باش يدعموا الفريق 100%. إيوا حنا بصراحة راه حنا بصراحة لأن الجالية الإسبانية في مدريد، حنا مشينا لإسبانيا دينا اللافتات ديالنا ودينا الشعارات ديالنا ومشينا للبرنابيو وتكلمنا مع الجاليه وداكشي والناس غضبانين. قالت لها بغاو غير بغاو نتعاونوا نتعاونوا مرحبا، غضبانين قالت لي ان فتح ويسلان فريق عريق وفريق كبير ومدينه كبيره والدراري تاسفوا بزاف ديال الجاليه الاسبانيه. وبصراحه في هذا النزول هادو تنقول لك اتصلوا بينا بزاف من اسبانيا وتنقول لك والقسم بالله العظيم يقدروا يكملوا معنا المكالمه نهار اللي نهار فاش تماركوا جوج بيوت في الناظور الى اتصلوا بيا شافوا اللايف راه كندير فجوه فنون اللايف مباشره واتصلوا بينا الناس صراحه وتاسفوا بزاف للفتح ويسلان.